السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساءكم بكل خير، كل عام وأنتم ترفلون بعناية محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وإن شاء الله من الثابتين على محبة الحسين وجده وأمه وأخيه وأبنائه المعصومين، ومن الذين يرفلون بعناية مولانا قمر العشيرة بالفضل العباس سلام الله عليه. ليلة جمعة مباركة عليكم، وإن شاء الله يرزقنا وإياكم زيارة الحسين والنظر إلى قبة الحسين، وأن نكون دائما تحت نظر مولانا أبي عبد الله الحسين، وأن نرزق إن شاء الله مدد الحسين عليه السلام. ليلة الجمعة من جوار الحسين عليه السلام، ليلة 10 شعبان إن شاء الله الليلة المقبلة ليلة ميلاد شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، الذي كان الحسين يقول: لو اشتقنا إلى سماع صوت رسول الله سمعنا صوت علي الأكبر سلام الله عليه. كربلة ليلة الجمعة، هنيئا لمن زار الحسين ليلة الجمعة، هنيئا لمن زار الحسين ليلة الجمعة، مرة ثالثة أقول هنيئا لمن زار الحسين ليلة الجمعة. هكذا ورد عن مولانا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أنه قال: من زار الحسين ليلة الجمعة كمن زار الله في عرشه، من زار الحسين ليلة الجمعة غفر الله له ذنوبه البته وقيل له استئنف العمل، يعني صفر وقول يلا الآن ابدأ. فخلي الإنسان يشوف مقامه ومنزلته عند الحسين عليه السلام ليلة الجمعة، زائر الحسين ليلة الجمعة. هكذا عندنا في الأخبار أنه شخص يهودي كان قاطعا للطريق من أهل البصرة، ومرت عليه قافلة معبأة، استفسر من أحوالهم، قالوا له: إحنا رايحين لزيارة الحسين عليه السلام. قال: هذول مجموعة كبيرة وعدهم مؤونة كافية، فأنا ما أستطيع بهذه الإمكانية البسيطة ولا بالسرعة الاعتيادية أنه أسرق، فخلي أصاحبهم إلى أن يثقون بي، بعدها يفعل فعلته. مولانا الكريم رافقهم بالطريق، استمر به الوقت اللي أنا جوه في كربلاء. وصلوا في كربلاء، تعرفوا عليه وتعرف عليهم، وصلوا في كربلاء قالوا له: أنت شخص يهودي، كل مؤونتنا واللي جايبينه وما تبقى عندنا من أموال ومن أشياء ثمينة ونفيسة راح نجمعهم، وأنت أبقى أحرسهم، وإحنا نروح للزيارة ونرجع. خلاص تفضلوا، أحسن فرصة حتى يسرقهم. راحوا، بمجرد ما غابوا عن عينه انكشف عن بصره حتى يكون له حجة ورسالة. انكشف الغطاء عن بصره وإذا يرى أن في السماء ملكين قادمين من حرم الحسين عليه السلام، وفوقه شاهد أنه هناك شخص مهيب نوراني جالس على عرشه، على كرسي نوراني على عرشه، وعلى يمينه رجل كبير السن بيده لوح طويل يسجل. فأجوا الملكين، الشخص اللي على العرش سألهم: سجلت كل زواري؟ نعم يا سيدي، كلهم سجلناهم. لا، بعد واحد، روح. راحوا مرة ثانية ورا فترة رجعوا: سجلت كل زواري؟ نعم يا سيدي، ما بقي أحد. لا، بعد موجود. راحوا وبحثوا، بالمرة الأخيرة أجوا عند الحسين عليه السلام، عند الرجل النوراني. هذا الرجل بعده ما يعرف منه هذا، فسألهم: أنه أنتم سجلتوا كل زواري؟ قالوا له: نعم يا سيدي. قال: لا، هذا الرجل اليهودي سجلوه من زواري. سيدي يهودي ومو زاير وقاطع طريق. قال: نعم، نحن قوم كرماء، هذا الرجل حل بفنائنا. سمعت يا زائر الحسين عليه السلام، رجل ما إلى دعوة، ما إلى ربط، أصلا مو معتقد، لكن الحسين كريم، الحسين معطاء، الحسين من أهل بيت عادتهم الكرم وسجيتهم الإحسان. مولانا الكريم، أنت عند الحسين لا تستصغر نفسك أبدا، أنت عندك منزلة ومهابة ومكانة، أن تكون ليلة الحسين عليه السلام عند الحسين. ليلة الجمعة هاي الليلة المباركة اللي عندنا مختلف الملائكة ينزلون للحسين ليلة الجمعة يزورون. رواية عندنا، رواية حتى أختم بها وننتقل إلى الجزء الثاني من البرنامج، حتى خاف رح وقتنا، واليوم برنامجنا بطعم خاص. مولانا الكريم، عندنا روايات مستفيضة أنه في كل يوم
هناك مجموعة من الملائكة ينزلون يطوفون بالبيت العتيق. البيت العتيق وين يصير؟ البيت المعمور هو فوق الكعبة ولكن في السماء. يطوفون في البيت العتيق ثم ينزلون إلى الكعبة، يطوفون حولها ثم يزورون النبي ويأتون إلى الكوفة ثم إلى كربلاء. حملة ذولا حملة زوار من الملائكة، وهذولا شنو شغلهم؟ يسجون أسماء الزوار، يستغفرون لهم، يقدسون لهم، يرفعون درجاتهم، يمحون عنهم سيئاتهم. كلها إلك يا زائر الحسين، هنيئا لمن زار الحسين ليلة الجمعة. أختم بهذين البيتين كما قال ذلك الشاعر: إذا شئت النجاة فزر حسين، إذا شئت النجاة فزر حسين، لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. يا متابعي ومشاهدي فضائية الإمام الحسين عليه السلام، احنا وياكم نتشرف في خدمتكم في برنامج شعبانيات، وعندنا فقرات قادمة وضيوف وأعزاء وخدمة، وأيضا عندنا تغطية لما بين الحرمين والأحداث والأجواء. إن شاء الله أخونا وصديقنا وزميلنا محمد التقي إن شاء الله يقوم بنقل الأجواء بين الحرمين. لا ترحون بعيد، فاصل ونرجع وياكم إن شاء الله. تفضل أصدقائي، وأنا أتشرف بصداقتهم وإلهم وزنهم. هالليلة بالذات هالليلة يعني ليلة متميزة جدا. أول ضيف وأنا أتشرف وأفتخر أنه جالس أمامه حسيني، متواضع بمعنى الكلمة، خلوق، صاحب ابتسامة دائمة، شاعر متألق، إعلامي على مستوى المحافظة اللي يعمل بيها، رادود سابقة، متنوع المواهب، وصاحب صاحبه. هذا الضيف اللي ويانا اليوم الشاعر الكبير الأستاذ الحسيني المخلص الحبيب محمد الفاطمي. حياك أبو حيدر. الله يحييك. يعني أنا هاي الكلمات والأحرف الذهبية اللي حكيتها خجلتني، وبنفس الوقت يعني فوق استحقاقي. هذا أقل من مقدارك. صاحب صاحب فدول هاي ملوحتك ملا عبد الرحمن نصيري، واللي إحنا القريبين منك النصيراوي. الله يسلمك. كبير بأخلاقك وعطائك، وكل عام وأنت بألف خير، وشكرا للديباج الرائع بالتقديم، وإن شاء الله عاد حسن ظنك وعاد حسن ظن كل خدمة الإمام الحسين عليه السلام. كل عام والجميع بألف خير، كل عام وصاحب الزمان بخير، وإن شاء الله نكون خفيفين ظل على قلبك وعلى قلب متابعيك. وهذا برنامجك الرائع، وأكو شيء ببرنامجك إنه شلون إحنا بعلاقتنا بصداقتنا هاي الفطرة ماكو، وهذا اللي محل ومطي جمال آخر. الله يسلمك أنت حبيبي. يعني تضفي ظلا رائعا على كل مكان تكون به، وبالإضافة لأخواننا وأصدقائنا اللي شرفونا على الأيام الماضية. أبو حيدر ألف سلامة عليك. الله يسلمك ويعيد الشر عنك وخطاك السوء يا أخوي. ونعم منك. شنو الموضوع فجأة صار؟ يعني بصراحة موضوع قبل هذه ما حد متعرض للموضوع، يعني انت الان راح تفصح عنه. بالضبط. هو انا اشكر دعوتك ودعوة الاخوان بالقناة. نتشرف بيك ابو حيدر. يعني هي غايتكم تفرحوني واللي تبعث الاطمئنان لاصدقائنا واحبائنا من خدمة الامام حسين. ان شاء الله الصوت بالتدريج يكون افضل ان شاء الله ببركات البطل الحبيب الحسين عليه السلام وخدامه. بصراحة استاذ عبد الرحمن الله طيحني بدكتور من هذا اليوم الشعر، يعني خادم أهل البيت ويعرف الشعر، تاي جملة تحبها ماكو واحد مو يمها. فقال لي أنت تريد تقرب شعبان تتوقف برجب. زين، يا شهر تريد تقربيه تبقى بخدمة محمد وآل محمد، مو البعض يشوفك مهرجانات ما يشوفك خدمة وما تقدر تتوقف. زين، مار بيها من تمر عليك مناسبة لأهل البيت عليهم السلام وانت ما عندك شيء تقدمه، ما تقدر طبعا تكتب ما تكتفي. ايه؟ تخدم بموكب ما تكتفي، تريد تقرا. ايه؟ مو صح طبعا، تمارس دورك. احسنت بالضبطي. فقلت له دكتور احكي لي. قال لي اقبالك مناسبه زين ابو الكاظم عليهم السلام تقرا بشعبان. يعني القضيه صارت متاخره، هذا الموضوع. ايه؟ لازم عمليه طبعا. هي اسم الله عليك وعلى كل من يشاهدنا ويتابعنا. الغدة الدرقية سامة طبعا، اللي هي تكون قريبة على الأوتار، البعض يسميها الحبال.
صار تضخم اسم الله عليك، فهذا التضخم قام يطخ بالأوتار سريع سريع حسين بالضبط، فلازم تنشال اتش يعني زين. اي طبعا لللطيفة انه هذه نوعين، واحدة السمن واحدة الضعف، انا جتني التضعف. سلام والعافية وبين عليك ما شاء الله. شكرا لله هو طبعا الناس البيت عم سلام بالضبط. اي بالضبط مجانية الحمد لله. هسه بدأ العلاج انه لازم احكي، كان ذيك الفترة تبقى ساكت 12 يوم طبعا ما قدرت، الاحباب الاصدقاء التليفون، وياي فرصه ذهبيه انه نشكر من العالم اللي شرفتنا ببيوتنا واللي شرفونا بمنشورات واستحمد سلامه، واللي اتصل واللي بعث رساله، واول من اتصل بعد العمليه عبد الرحمن النصيري، وانا اتشرف على ميرزا علي معروف، تحياتنا له وكل عام وهو بألف خير. فهسه احنا بصحه جيده والحمد لله، ومستمرين على خميس الامام الحسين، واليوم ان شاء الله بقناتكم، وللقادم افضل يكون الصوت ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يبعد عنك دائما السوء وما تشوف مكروه. الله يبارك فيك يا حبيبي، انت علم وعزيز وغالي والناس تراقبك، انت مرتب الله يحفظك. انت ابو حيدر متاذي من تليفونك ها؟ بصراحه متاذي، بس اكو لذة بهاي الاذيه يعني. انا ارد يعني استثمر الوقت اكون فيلم تكال بعض الاشياء حتى توصل رساله الى الناس. نعم نعم نعم. التليفون متاذي منه. استاذ عبد الرحمن، انت من تكون للناس، من تكون للناس بعد تكون تتحمل يعني، وبنفس الوقت مو كلها تعرف ما يحيط بيك ببيئتك بدوامك بانشغالاتك بعملك. انا قلتها في احدى اللقاءات انه مرات الرقم الغريب مو شرط صاحبه غريب. اي صح. لكن بما انه ما مخزون بجهازي، فانا اعتبره مو صديق لحد هذه اللحظه، الاتصال اعتبره مو صديق، ما تعرفه يعني، ما امون عليه ويمون علي، فاضطر اجاوبه حتى لا يفكر انه ما جاوبته. او هسه عبد الرحمن مني خابرني وما افتح عليه خط، يعرف شكو. من اتصل بعبد الرحمن اعرف مجلس زعلان علي، مجلس مولد ارد ازعل عليه، ارد اتحارش بيه، اريد ما خسره طبل على الواتساب الى اخره يعني. فتضطر تجاوب وانت باوقات حرج يعني. قبل قليل السيد الجليل تحياتنا له، قلت راح اجيب طاريك ما قبل، سيدكم جوا جاي يحكي وموضوع جدا مهم ويخص خديجه سلام الله عليها، واتصل واحد نفس المعزه زين، ها هيك هيك اشياء تصير يعني. وهي هاي الامام حسين عليه السلام يقول المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، ورغم ذلك نقدم الاعتذار على اعتبار شعبان ونشلب بالحسين، خاف واحد يوم مؤخر اتصاله، رسالته معطلها، تهنئته معطلها، نقول له نعتذر باسم الامام الحسين عليه السلام. سلام الله عليه ابو حيدر، ان شاء الله انت علم ومعروف وخلوق، وهاي مو بس ترى بمناسبه اعزائي المشاهدين، ابو حيدر محمد الفاطمي ترى هذا مو بس امام الكاميرا، لا بالواقع ايضا. الله يعزك، هذا واقع الرجل، هو واحد امام الناس خلف الناس على المنصه. الله يخليك ابو حيدر، اول شيء راح احنا ما رضينا نتعبك على الراس، بس نستثمر الوقت، وراح تنقلنا اول شيء. انا بدي استثمر واستغل ذائقتك واقرا الاشياء اللي تحبها انت هماتين. متفضل يا ابو حيدر. الله يسلمك ويعزك. طبعا لاحبابك عبد الرحمن، انت ما شايفي بالمجلس شو يسوي، يلعب بالشعراء لعب يعني. مولاي شهاده اعتزمي. الله يسلمك. بما انه اليوم خميس اي، واحنا بقناه الامام الحسين وبجانب الامام الحسين، ساقرا قصيده يوم الخميس زين، هي حيره سؤال للامام الحسين، اقول له شهر ميلادك بشعبان لو عاشور زين، ولو عمرك صلاة بيك السنين قصار، شنعلق لك شمع يل من ولد مرتين، الدم اللي ينولد يما شموع صغار، بس بمولدك لازم نوزع ماي ونفرح خيامك على عناد النار، عاشرناك يا من كل شي بيك إنسان، حنين ومستحاتك وين ما تندار، من تشم الورد ما تجرح العاقور، علمت الذهب ما يجرح الزنجار، من تشم الورد ما تجرح العاقور، علمت الذهب ما يجرح الزنجار، تمد نحرك هلا هلش ما شان ضيفك سيف، الخشبة تعلمت ما تزعل المنشار،
لو ما عطش قلبك كان ضاع الماي، الفرات يموت ذله وكان يابس صار. نبكي ونبتسم بزيارتك يا حسين، اكو برودة قلب لكن صوابك حار. نبكي ونبتسم بزيارتك يا حسين، اكو برودة قلب لكن صوابك حار. واعذرنا اعذرنا اذا دمعاتنا تشويك، لا تتوقع يبردن دموع الثار. طعم يوم الخميس مذوقه بالشباك، ويام الاسبوع من الخميس تغار. طعم يوم الخميس الله عليك، طعم يوم نبكي ونبتسم بزيارتك يا حسين، اكو برودة قلب لكن صوابك حار. واعذرنا اذا دمعاتنا تشويك، لا تتوقع يبردن دموع الثار. طعم يوم الخميس مذوقه بالشباك، ويام الاسبوع من الخميس تغار. من نقعد بصحنك ما نريد نقوم، فلاليح ونطب بديرة الجمار. ويمنعونا يمنعونا شكثر بسوالف ابن زياد، بسوالف ابن زياد واحنا نسولف لهم علي وذي الفقار. هاي ضلوعنا، هاي ضلوعنا بباب الشماتة تصيح، ولد فاطمة ومتعلمين على البسمار. صلاة العافية بيوم أربعينك آه، وآذان المواكب خاص بالزوار. هز مهدك صدق هنيال جبرائيل، أكيد بلا يشك ريشات بختك بار. نقيس محبتك بربع طعش معصوم، من شيبة المهدي لشيبة المختار. الله الله على جمالك وعلى احساسك. ابو حيدر انت تدري يعني انا من الناس اللي انسى روحي امام قراءاتك يعني، وشايفني يعني. الله يسلمك ويعزك. والله شايفك ابو حيدر. اولا محمد الفاطمي رادودي وشاعر كان اولا؟ هو بصراحه مفرده كان، هذا بديت انا شوي اضدها يعني، لان هي لا زالت. لا لا اول شيء اول ما بديت هيك رده اول شيء رادودي. نعم رده بالحله. كانت الكتابات يعني بذاك الوقت بصراحه يعني كانوا شعراء قليلين، يعني أنا ما كنت في وقت النظام المقبور متصدي جيد جدا، يعني هي قراءة خفية بعض من إخواني ما يدرون، فما متصدي حتى أقول لك أنا كتبت بذاك الوقت، فكنا نكتب وننسب الغير غير ناس يعني. بس بالأصل إلك إيه؟ نعم. يعني أنت أي سنة بدأت تقرأ؟ 2001 2001 إيه 2002 2002 وضحت للناس انه بعض القراءات اللي كان يقراها من كتاباته. يعني تقدر تقول انه انت تقريبا تزامنت تزامنت لان انفرض علينا موضوع الكتابه. استاذ عبد الرحمن يعني هو شاعر او شاعرين ويخاف، انت من تجي رادود جديد يخاف يستقبلك ما يعرف عنك شيء، فتضطر يعني القصيده الموجوده على لحنها احنا قبل نصيح لها تصفط، مجرد ما مو هاي الموجودة يقراها ولا باسم أو يقراها ولا جاي، المهم مو هي يعني، تعتبر متجدد أنت. فكان الكتابات بسيطة جدا لكن نواياها عظيمة. يعني أنا أشوف كل أصدقائنا وأخوتنا أساتذتي يعني اللي أنا أتشرف بهم يقولون أنه ذاك الزمن كان بي طعم قراءة مجدي طعم. أنت كنت تعيش في كربلاء الحسين العاشر وتكتب، هسه شويه يجوز لك تواجد، يجوز تفكر بقوه القصيده، تفكر بمتابعه الجمهور، هذين كلن ياخذن من روحيه القصيده، كلن ياخذن. ولذلك دائما ما اتهم انه ما اطل الرواديد، ولذلك انه انا اكتب سنويا لطميه ولطميتين بس تطلع الثالثه، لكن استحقاقها ما تاخذه مثل ما الاولى والثانيه. السبب مثلا عبد الرحمن ما اقدر ارده وتكون بها استعجال، تكون مقريه على قد المجلس، ما تعيش 10 سنوات مثل الاولى اللي انا ارد اعيشها سنه كامله. زين انت بالاكثر ابو حيدر باعتبار انه انت رادود. نعم. ورادود ما شاء الله انا سامعك محترف يعني. الله يعزك ويسلمك. وشاعر. نعم. ايضا محترف بشهاده الجميع. نعم. تحب تكتب على لحنك لو ينطوك لحن؟ لا لحني. لحني. بعدين هو الرادودي لحن. اي نعم بالضبط. انا يعني هي هاي القصيده اليتيمه الوحيده اعيشها من كل مجالاتها بصراحه يعني. وعبد الرحمن تكون بلونه وبلحنه.
مرات مثلا نتقارب بالذوق باللحن، يجوز تبقى على لحن عبد الرحمن وانا اقراها بلحنه. طبعا هو هذا اليوم اليوم شرفني هواي عبد الرحمن، الله يسلمك يا ابو حيدر. يعني انا موضوع الرد تقريبا اعلاميا ما موجود. الاصدقاء اللي مثل حضرتك، بعض الاصدقاء بمحافظه بابل يعرف موضوع الرد موجود، لكن ما ارشف ولا يكون اعلاميا بالتصوير او التسجيل او الرفع على اليوتيوب، مجرد القراءه داخل المجلس بدون اي اعلام، صوره ما تطلع يعني متقصد بصراحه. يعني هو هم ما له ذنب الجمهور ان تشظى ذائقته وياك، يتابعك منا ويتابعك منا، هاي الغايه الاولى يعني والاخيره. بس ما شاء الله انت متمكن من ادواتك ابو حيدر، بالفتره الاخيره قرأ لك الحاج باسم الكربلائي. الله يسلمك ويعزك ويخليك. نعم تحياتنا لك خدمتنا المجال يعني. الحمد لله ببركه الزهراء. هو هذا اللي نحكي عليه، انه كون ينحكي بيها عفيف. ما تنقرا وتكون مرور الكرام. يعني انا متابع، عبد الرحمن متابع. يعني الله يطول في عمرك ابو حيدر. الله يسلمك ويعزك من وقتك ولا ناخر الهوايه، ناس ينتظرون من ابو حيدر. الله يسلمك ابو حيدر. تلك التي حاضر. الله. العام تلاقينا يم الإمام الحسين عليه السلام. طبعا أنا اليوم على مثل ما هو مثل ما تفضلت، إنه أنا شلون خارج الكاميرا موجود بالبرنامج. أي. وهذا تعلمنا منكم. الله أنا أشوفك بالمجلس وأشوفك بالبرنامج. أنت رجل لك مكانتك. الله يسلمك ويعزك. تلاقينا يم الإمام الحسين أنا وياك والكبير أحمد ماضي. والنعم والله. ضحكنا وبكينا في هاي القصيدة. صح. كانت أيام حلوة، الحمد لله عايشين هاي السنة. الله يطول في عمرك. الله يديم كل خدمة الإمام الحسين عليه السلام. زينب تخاطب أبي الفضل العباس وسيكون حوار بالنص، تقول: مذ غاب وجهك والظلام بخيمتي، مذ غاب وجهك والظلام بخيمتي، عد يا أمير الضوء تصرخ دمعتي، سافرت نحو الماء حلما أبيضا، ماذا جرى واسود لون اليقظة، ماذا جرى للشمس يلهب ضوءها، ماذا جرى واصفر وجه عبائتي. أستاذ محمد الكنترول يقول عيد من الأول. حاضر خادم. مذ غاب وجهك والظلام بخيمتي، عد يا أمير الضوء تصرخ دمعتي، يا عيني سافرت نحو الماء حلما أبيضا، ماذا جرى واسود لون اليقظة، ماذا جرى للشمس يلهب ضوءها، ماذا جرى واصفر وجه عباءتي، كل اليتامى تستغيث بصوتها، ما بين يا عماه يا عماه أو يا عمتي، لغة النوارس للفرات قريبة، هو يجمع الكلمات عند الضفة، لم لم تقل للنهر زينب تنتظر، إن قال من زينب فقل تلك التي، وقت انتظارك يستفز بصبرها، وانتظرت أو قد تموت بغيرك. تستعجل أبو حيدر على كيفك. على رأسي. لغة النوارس للفرات قريبة، هو يجمع الكلمات عند الضفة، لم لم تقل للنهر زينب تنتظر، إن قال من زينب فقل تلك التي، وقت انتظارك يستفز بصبرها، وانتظرت أو قد تموت بغيبتي، تلك التي إن حان وقت صلاتها هي قبلة وتوجهت للقبلة. يا عيني. وتحدث العباس عنها قائلا: أمي وأختي زينب وحبيبتي، قد باركت للخدر جاءك كافل، هزت بجذع المهد يوم ولادتي، فنذرت عيني والكفوف لخدرها، يا نهر خذ كفي خذ كفي خذ بمشيئتي، من يخدم الزهراء يخدم بنتها، فبنت سيدة النساء سيدتي بثواب الزهرة بطف راحة وازعج فوف، يا الله يا الله. هي زينب واقف بباب الخيم خادم، ثواب الزهرة بطف راحة وازعج فوف. يا زينب واقف بباب الخيم خادم، شرحت للنهر رحت للنهر، بس جبت الشريعة وجيت وكتبت على الجرف موكب قمر هاشم. يا عيني.
راس النهر بارد راس خيج حار، الغيرة شلون وي برود تتوالم، أنا حارس خيمكم سهر قاضي الليل، وتعرفين النهر قضى العمر نايم سهني، وقال لأهل البيت هم ينسون، المعصوم لا ينسى سهني، وقال لأهل البيت هم ينسون، وأنا وجرفي منك نفتهم لازم، مو عطشان من شلت بيمينك ماي، شنش تذكرت الحسين لو صايم، عذرا يا ابو فاضل وانت عالم دين، حق مشروع جاهل يسأل العالم، وانا قلت له لمستك لمستك حتى سوي الماي سبيل الخاطرك والخاطر الوادم. يا عين الشجاعة اخلاق، مو شرط الشجاعة سيوف، الله يحب شجاعة دمعة النادم، الشجاعة اخلاق مو شرط الشجاعة سيوف، الله يحب شجاعة دمعة النادم، أنا المارد سهم عين بثواب حسين، عين الدوم بس السهم ما دايم، أنا المارد سهم عين بثواب حسين، عين الدوم بس السهم ما دايم، يا زينب طمنيها الأم الأكبر خاف ظنها يروح ابنها وما يرد سالم، بس قلي لها العباس هيك يقول علي الأكبر برز يا بكر بن غانم، وقل للرملة قل للرملة عباس استحي حاجيك، احس بحسابك بعرس ابنك يساهم، شا غير ابن اخوي وشرط عندي وياك ادوف الحنة بيدي بحنة القاسم، وهاي الراية ذمة شاربي ويمناي وما سلمها بس اليمنة القائم، يا زينب غير هذا اليوم يوماي، منو عطشان شف من ذاك يوماي، انا محتار محتار اجيب النهر يوماي بكيفك بالتامر بيرقي. الله 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 على احساسك وعلى تقديمك ابو حيدر، انت شاعر كبير وانت بيك مشكله، انا اقول لك مشكله انت تاذي الناس، يعني الجمهور اللي امامك يبقى قاعد على الاعصاب، انا والله انا اكثر مره يمكن شايفني بعض الاماكن اللي احضر اعزائنا المشاهدين ابو حيدر اقوم شو يعني شعر ابو حيدر كلك شعر، احنا ما رد ناخذ من وقتك، كلك ذوق والله، ولا اريد نتعبك وانت تفضل كلامك الطيب يا حبيبي، الله يسلمك، وقتنا يعني ما لحقنا عليه، بس اطلب طلب اخير، حاضر وخادم، انت ما تطلب انت تامر، العفو، الطفل اللي بالمدرسه وابوه شهيد بالحج الشعبي، يا عيني ان شاء الله ما تعبتك، الله لا بالعكس، لا احبانا بالكنترول بويا سمعوا، يا مشاهدينا سمعوا هاي القصيده، طبعا كل اصدقاء بالكنترول تحياتنا لهم، بمناسبه اذوني يعني يسعون الله قالوا اليوم دسمه، تقصد قصيده الطالب شو اسمك على الشعبي؟ ايه حاضر وخادم، طبعا كثير من اخواننا واصدقائنا يعني هواي بعثوا لي مقاطع يمكن وصل الالف، اللهم لا مغالاه أولاد للتباهي، الحشد يستاهل نسولف فيه، أطفال كثيرين يقول ليش ما تنشرها، فقلت لهم هو موضوع الحشد هو ملك عام، فالقصيدة مو ماتي، حشد للناس كلها، حشد لحماية الناس كلها، ننعم بسبب سواعدهم وزنودهم السمراء بحياء هاي الاحتفالات، هذا حق يقال، فالقصيدة للجميع، البعض يريد يقراها، مبري ألف ذمة، وهي صار لها أكثر من 3 سنوات تقرأ، واليوم يضيف التاريخ والتاريخ عبد الرحمن يمري بأن أقرأها، لا العفو الله يطل في عمرك من طيبك، الله يسلمك، هو ذلك الطالب الذي أحب الانتماء إلى الحشد الشعبي، وكانت رؤية أحد الضباط أحد المسؤولين بأنه صغير السن، فيبدأ بالأسئلة والحوار مع هذا الطالب قائلا شو اسمك؟ حشد شعبي، ايش بيك؟ بي حسين، الله، نعم وش تشتغل؟ ما أشتغل، طالب بس تخرجت من معطف العباس، من زنود السمر، من خزرة الحاجة، يا عيني مو بعدك صغير على الحرب والموت، كان زلمة ونسواننا تحارب، كبير وعمري 1700 وثار حنة وشف عروس وحاضر الله وغايب، الله الله، أخو عندك؟ نعم مستشهد بتكريت، ما مستلم راتب، مستلم واجب، يا عيني، وأمي المنتظر تبياها لو تابوت، بأريد ابني أريد ابني تهز دشداشة الشايب، دروح اقرأ، قريت الفاتحة على الراح، امتحني الموت وبجرف النصر كاتب،
عفت محبوبتي وقلت لها بنت الناس حبك مستحب حب الوطن واجب. واجب اشتريني بشيلتش خاف بخيانة مباع ولا تخلين صوت زلوفك يعاتب وجيت وجبت فتوى وخيط شيله وياي وطفله وظهر اخو عقال وشوارب الله 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 الزي العسكر الزي الموحد صار الما ملتزم بالزي يعتبر هارب عافيه ابن البطل تعرف تشيل سلاح نعم وبكم حرب شاركت ما حاسب بس علمني عابس ما اشيل سلاح صلب بالموت لكن بالعشق ذايب يا عيني او ثقافه ثورتي ثورة عطر على الفاس جبت وردة وقلم وسلاح ما جايب. أبو حيدر يعني ما أدري والله العظيم ما الله يسلمك الله يطول في عمرك الله يسلمك إن شاء الله الصحة والسلامة الله يبارك فيك ويستر عليك. إحنا الوقت مر بينا سريعا يعني فعلا سريع وياك سريع الله يطول في عمرك أنت شاعر كبير رائع الله يسلمك متذوق وراح أروح الديرة ما تحب الحمامة ما تحب الحمامة ان شاء الله ان شاء الله عن قريب تبصر النور هاي القصيده ان شاء الله لانه قصيده يعني مليئه جدا شعرا صور سباكه ان شاء الله هي ما مسجله بصوتك هي قرئت بصوت كثير من خدمه الامام الحسين كثير جدا اي فعلت ونسبت من اداء احمد الساعدي وكثير من رواد العراق لكن كل هذا هو توفيق زينب سلام الله عليه الله. بالرغم انا ما قاريها ما قرأت يعني ما مصدرها ويا لحن القصيدة لحن نعم اي نعم حتى صارت مشكلة بصراحة مع الرادود اللي سجلها كاتب الحاني أدائي كذا وبإحدى اللقاءات اللي حضرته توجه له إحراج يعني قال له لأنه إحنا سامعينها من زمان بصوت محمد الفاطمي وألحانه يعني فهو صار محرج لكن خلنا نتفق ومن خلالك كل أشياء أهل البيت هي ملك لأهل البيت عليهم السلام سلام اللهم لا رياء عبد الرحمن حنجرتك هاي مالتك لو ما تهل البيت لا والله مالت الحسين لا صدق والله والله انتهى فاحنا آلات بيدهم لحن صوت وخلقك الله يبارك فيك الله يسلمك احساسك بالمسؤوليه وغيرتك على الاخرين الله يبارك فيك انا جدا اشكرك انا اشكر تقديمك وانا افتخر انه اليوم قدمت برنامج في خدمتك وحضرتك بالعكس انا المتشرف وبصراحه الشيء الملفت للاحساس واللي ملفت للفخر من تلتقي الزملاء لتقديم شيء للناس تشوف اكو تناغم بالروح اكو مصداقية بالكلام بين الضيف والمقدم وهذا اذا يعكس شيء فيعكس شيء ايجابي نعم. مرات يكون المقدم بكفه والضيف بكفه صح. على اعتبار هذا النتاج بارد احسنت بالضبطي والدليل مر سريع مثل ما أيوة تفضلت حضرتك ابو حيدر يعني. احنا لو نقعد وياك ثلاث ساعات الله يسلمك الله يخليك الله يبارك فيك لي الشرف شكرا لكل حرف من دباجتك والمقدمه وتقديمك شكرا لكل الكادر شكرا للحسين اللي جمعنا اليوم ابو ضيافته من خلالك الشكر والتقدير لكل اصدقاء اللي استحمدونا السلامه تنويه بسيط استغل هذا الوقت الثمين بصراحه البعض يوجه دعوات والبعض يخاف يوجه دعوات احنا هذا امكانيه الصوت الموجوده اكو منهاج ثابت مثل توفيقك السنوي منهاج ثابت ما لحق تعتذر البعض اعتذرت له ما قبل عذري فمن 1 شعبان لحد 15 شعبان منهاجنا الثابت السنوي اللي مو مجبر عليه لا بارادتي رغم انه عدم قبول الاخوه على الاعتذار فاللي يشوفنا يتصور انه مهرجان او ماديات فيا اخوان نتمنى انه من خلالكم الدعاء أن نتوفق لإرضاء الحسين وصاحب الزمان ومستمرين إن شاء الله بالخدمة ومن خدمة محمد الله يطيب في عمرك يا أبو الله يبارك فيك شكرا والعافية راح نختم ختام جديد حاضر فرد امرأة ايه؟ شافت أولادها 2 شباب جايبينهم ايه؟ قالت لهم كلمة يمكن سامحها ويه. أبو حيدر الختام رده وياك صار وبراحتك أنت اختار اللي يعجبك صار فقالت لهم الشباب قالت لهم نسوانكم نصبا كللهن يا ابوي يا ابوي تردون لوردهن ليلهن وعلى الوجه ذبا نقذلهن يا ابوي تردون لوردهن ليلهن الله يا عبد الرحمن الله لك الختام ابو حيدر اخ الله 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 طبعا تحياتنا للشاعر الكبير ناصر الصالحي كان لنا اتصال قبل دخولنا الاستوديو كل عام هو بألف خير تحيه غاليه لابو مؤمن حبيبك حبيبي وانت حبيبه شهداء المعامل وعموم شهداء العراق يحبون قصيدة ما أنساك أم عراقية ما أعرف إحنا
يعني هي أجواء الرواديد والشعراء تكون دمعة فهي بها دمعة براحتك. لكن الرسول يقول لا خير في أمة لم تفتخر بشهدائها. يا عيني أم عراقية تقول لابنها ما أنساك يا ابن البيت فاهم لوح تبطروك ما أنساك أصد لخشى بعرسك وهز بالكاروك مدري كم ظفيرة البردة تفرقاك يلي تفرح خواتك من ترد للبيت كنت ما ترد إلا وجودك بيمناك رحت للحرب وحدك ورجعت تاريخ رحت للحرب وحدك ورجعت تاريخ فرحت بجيتك بس حقي من ننعاك أصيح أنا آه أصيح أنا آه أصيح أنا آه كنت أتباهى بيك وأحكي للنسوان أقلهن شوفن ابن شطولة وش محلى منو مثل ابن هالعقل تتعناه الله 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 وعقل ذا منو مثلي كنت أتباهى بي أصيح أنا آه أصيح أنا آه أصيح أنا آه كنت أتباهى بيك وأحكي للنسوان أقلهن شوفن ابن شطولة وش محلى منو مثل ابن هالعقل تتعناه ومنو مثل ابنها بشفة ترمسحا يطلع للشغل وش ما غبوه وياه ابن مستهل والحشد ظل يقراه هذا الما وقع وسلاح ناده يقرأ ويكتبون على الشهادة اللي يسأل على البطل وين غاف بحضن الحسين عند الموت على الساتر ولاده هذا الما وقع وسلاح ناده بيك تنومست بس حق صيحا آه توجع كلمة الف بنية تتمنى وبذكراك ما أنساك يا بعد أهلي اشتهيتك ترد واتلقاك بهلا يمه وبطيت وخير قول شبيك والله يساعدك واكل اللقمة وياك واسألك يلتشنت وي صاحبك زعلان بعد صويحبك زعلان لو حاتشاك أمس قلت لك مودع مودع يا ابني الله وياك أمس قلت لك مودع يا ابني الله وياك بس هسه العلم هسه العلم وحسين والله وياك الله الله عليك. شكرا محمد فاضل. شكرا لك. شكرا جزيلا. الله يسلمك ويعزك. فاصل ونرجع نكمل وياكم احبائنا واعزائنا المشاهدين. اساتذتي وتاج راسي خدام الحسين عليه السلام ووصاني ابو حيدر الشاعر محمد الفاطمي يقول عمي انا جاي اقل على الناس لانه شوي صحتي تعبانه اتمنى له الصحه والسلامه والعافيه ويا رب مزيد من التوفيق لخدمه الحسين عليه السلام. الضيف اللي انا عن نفسي افتخر أمام نفسي وأمامكم المشاهدين وحتى في تاريخي راح أسجلها أنه أنا التقيت بخادم الحسين عليه السلام الرادود الكبير اللي هو يعني هو هالشكل اللي يسمع الناس والناس يلقب مفخرة كربلاء خادم الحسين حسيني متواضع أبو غيرة صوته يذكرك بالحسين عليه السلام وما شاء الله ذائع الصيت ومرة ثانية أقول أنا أفتخر بتواجدي أمامه ويانا وياكم خادم الحسين الرادود الكبير ملا حسين الصغير الكربلائي. حياك أبو علي. الله يحييك حبيبي ملا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبا القاسم محمد اللهم صلي على محمد وآلي محمد وآلي محمد. نهنئكم ونهنئ العالم الإسلامي بشهر شعبان وبولادات الأقمار الزاهرة ونسأل من الله أن يجعل كل أيامنا وأيامكم أفراح ومسرات يا ربي. نتمنى لك الفرحة والسعادة الدائمة بخدمة أهل البيت سلام الله عليهم. أبو علي أنت دورات تقول عمي أنا هواي عندي ارتباطات خلوني أنام خلوني أرتاح يعني مشكلة جواب هذا السؤال. أكو ناس ما تقدر تردها يعني صح
حقيقة ما تقدر تردها، فتكون ملزم انه تلتزم ويا فلان، ويجيك تليفون اخر هم تكون ملزم ما تقدر ترده، هم ما تقدر تتعذره، فيصير موعدين ثلاث مواعيد وانت تحير بيناتهن، لكن هن ثلاثتهن او اثنينهن ما تقدر تتعذر اي واحد من عندهن. ونسأل من الله أن يوفقنا إن شاء الله مزيد من التوفيق. الله يسلم. وأنت ما شاء الله جمهورك يطالبك وأنا ملاحظ يعني. الله يسلم. أنا أتشرف أن واحد لطامتك. الله يسلمك لان تستاهل إن شاء الله ملّي. يعني تحاول أنه كل مجلس تقرأ لكل جديد وكل هذه، هو يأخذ منك وقت التحضير معناه؟ يعني بعض مرات بنفس اليوم يصير التحضير. بس لأنه أكو لود؟ إيه بسبب اللودي. ومريود منك قاعده جديده، انت تقول يعني حسين صغير يقول لي حسين صغير. هي القاعده قاعده جديده ومقدمه جديده، القاعده هي اساسيه، انا وين ما اروح الكل يدري صحيح انه ما استغنى عن القاعده، مستحيل ابد ما استغنى عنها. بس تحضيرها صعب ابو علي. اكيد، لكن يعني حسب الاستمراريه، باستمراريتك انت بالخدمه تكون اكو خبره عندك طبعا، فيكون التحضير عندك من ناحية الخبرة ومن ناحية الاستمرارية، لأنه أنت عندك معلومة أنه أنا سنة 1996 طلعت مثلت كربلاء بأكثر من محافظة. من 96 تتمثل كربلاء؟ سنة 1996 مثلت كربلاء بأكثر من محافظة، بالديوانية وبالنجف وبالكاظمية وبالحلة، أقضية ونواحي مثل الحمزة الشرقي، الشامية، غماس. يعني سنة 96 معناها أي سنة بدأت أبو علي؟ يعني أنا بداياتي كانت نهاية 95، بداية 96، بداياتي كانت ويا والدي. الله هو أردت أقول، أنه والدك رادود خادم الحسين أيضا ذائع الصيت والشهرة في كربلاء. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يرحمه ويرحم أمواتكم. الله يرحمه. هو عد ما تصعد تقرا قدام والدك مقدمه. اي عد ما تبدي انت بوسط هو اساسا حسيني، تكون المسافه اقرب عليك طبعا. تختزل هوايه من تكون المسافه اقرب هوايه عليك، لانه انا وعيت على الدنيا والدي رادود، عشت بين اسماء يعني في الوسط الحسيني، سليم بياتي، حسين عبد الهادي، عبد علي خاتشي كان هو الأستاذ الأول إلي حقيقة، يعني هذا الشاعر الكبير عبد علي خاتشي صاحب قصيدة لو بيدي حسين، بعيوني حسين، الليلة زينب هم تغمض عيونها، شلون أصحاب الوصف. هاي القصيدة أنت كلها حافظها؟ لا حافظ منها مستهل ونص بس. لو أكو فد قصيدة ثانية أيضا قرأت إياها فد مرة، قصيدة تجليبة أتصور، تجليبة لعبد علي. هي. هي شاعر كبير، هذا الصايغ المرعب يعني. اي هي عبد علي الله يرحمه، انا في طفولتي يعني كنت مغرم بحمزه الصغير، فكنت ما انام بالليل اذا ما اسمع حمزه الصغير. وصلت بي مرحله مسجله اذا يعطل ما نام، يعني للصبح ما نام، فلازم انام يعني، ادمنت على هاي القضيه. في يوم من الايام، بما انه ولادات خلينا نسولف هاي السالفه، يوم من الايام والدي كانت عنده منشئه 302 زين ومسجلي عطل خوش، فبالليل قمت فتحت المسجل مال السياره وفتحت سماعه من السقف، والوضع صعب كان ذاك الوقت. اي بالباب، هي السياره واقفه، فتحت سماعه حتى لا ابويا يدري بي يعني، ولازم اقعد من الصبح قبل والدي اقوم اشد المسجل واشد السماعه ارجعها غير الرغبه هذه. اي وفتحتهن جبتهن خليت السماعه على المخده، مسجلي عطل شو اسوي، وشكلت الشاحن مال الباتريات، مو هاي الشاحن هذا 12 اي والكهرباء فولتيم 22 220 فهاي يحترق ذا يحترق السماعه، فلازم اشد الشاحن على الكهرباء. لا تحاسبها كل التفاصيل. عندي شاحنه بالبيت شديتها على الكهرباء وشديت المسجل على الشاحنه وربطت السماعة بالمسجل مباشر وعلقت حمزة، يلا قدرت انام زين. ولازم تقعد من وقت؟ لازم اقعد من وقت حتى قبل لا يقعد والدي ترجع، اقوم ارجع المسجل وارجع السماعة. وقعدت من وقت ورجعتها؟ اي غير الرغبة هذه بعد. يعني انت لأي درجة تعشق حمزة الصغير؟ يسري بدمي الله يرحمه ابو احمد. هواي كنت اسمع حمزة، فحمزة كان عند ما يقول له لمن بعض قصائده، ويقولهم للشاعر الأديب الشيخ عبد علي الخاتشي الكربلائي. اي
فكنت من امشي ويا عبد العالي بالولايه رغم صغر سني يعني عبد العالي ويا والدي صديق والدي، فانا حتى اروح امشي بصف عبد العالي حتى الناس من يشوفوني يقولون هذا يمشي ويا عبد العالي، يمشي ويا عبد العالي خاتش. عبد العالي اسم يعني طبعا، شاعر مخيف، شاعر كبير. فيوم من الايام كانت اكو 18 راكب المرسيدس حمل، واكو اجى بيها ايه، فايضا كانت وحده عدو والدي، فدا يسوق وحسين عبد الهادي الشاعر تحياتنا له قاعد بصفه، وعبد علي الله يرحمه قاعد بصف الباب، فانا واقف بين عبد علي وقفه زين، بين عبد علي وبين الباب، وايدي على الدشبول، صغير بعدني بالعمر، وداير وجهي هم يسولفون بيناتهم، انا داير وجهي على الشارع، سياره تمشي وادندن وحدي. فعبد علي ندسني قال لي ليش ما تصير رادود؟ قلت له ما اعرف، بس التفاته كانت مال طفوله يعني، التفت عليه قلت له ما اعرف ورجعت. فقال لي انا اكتب لك وانت اقرا لي، وحسين عبد الهادي يكتب لابوك وابوك يقرا له، ونصير فريقين نشوف يا اهل يغلب. عجيب، من باب التشجيع يعني. فانداريت عليه قلت له موافق بسرعه. اي قلت له موافق. قال راح اكتب لك قصيده تجليبه. فاجى ثاني يوم عبد علي دق الباب الظهر، بس وصلت مرحله احنا العصر حاجاني عبد علي، وصلت مرحله اتاني الليل شو وقت يجي حتى عبد علي ينزل نوصله للبيت، نذبه كنا بشارع العباس، بيته بالعباسيه، فكانت سيارات الطب عادي ماكو هذا، كان الحمل ممنوع بس بالليل يطب عادي ماكو مشكله. فمتاني شو وقت الليل يصير حتى نرجع لبيوتنا حتى عبد علي يروح يكتب. فرجعنا عبد علي ثاني يوم، اجى دق الباب، فتحت الباب قلت له وين القصيده؟ ايه فضحك بوقتها قال شنو السالفه؟ طابعه عندي هي ليله واحده اعطيني مهله. قلت له ما كتبت منها شيء؟ قال لا كتبت. فمتاني عبد علي انا على احر من الجمر ان يجيب لي القصيده يعطيني اياها. فاليوم الثالث جاب لي عبد علي القصيده. فمن اعطاني القصيده انا طفل مديت ايدي عليها جرها. ظليت ما اديدي. فقال لي هاي القصيده اذا تقراها مثل ما اريد اكتب لك واحده احلى منها، واذا ما تقراها مثل ما اريد يعني ما تقراها حلو اعتبر هاي اخر قصيده من عندي. فانا ما اديدي قلت له ما يخالف بس سردك مش القصيده. اخذت القصيده، القصيده اولى باسمك. ايه اخذت القصيده، القصيده تقول يا عبد الله الثدايا اللي رضعت بيهن يداعا بيك يا ابني وبيك داعيهن، يداعا بيك وانا ام بوسط شمات، شقل لهن يسال امك عدل لو مات. الله الله الله. ويا عبد الله ترد لامك بعد هيهات وعيوني انخبط بجفاك صافيهن، انخبط صافي النواظر بيشجد دربي، وسهم الصاب نحرك صابن بقلبي، عني شبعدك يا العايش بقربي، بقلب جروح فقدك من يداويهن، بقلب جروح يا ابن جروح من جروح، ونوح عليك يا ابني ومثل ياه ينوح، يا طفل بالمهد ردو كل مذبوح، شل بعمري وليش سنين اعد بيهن، شل بسنين عمر الصفن كلهن هم، وتشب نيران قلبه ونشف مجرى الدم، وجروح تمسها النار ما تلتم، وانا النار بضلوع الشيطف فيها يا عين، تشب النار بضلوع الشيطف في النار، وضد دمك يا عبد الله الدهر شو دار، ودعت الفراح والدمع كت عبار، وردت بيك الليالي يا ابن لاويهن، تاليها لوني وكسرا جفوفي، وخفت عليك يا ابني وما نفع خوفي، ما نفع خوف، فقدت الحيل عقبك وانفقت شوفي، وسنين اصبحا يعني الى اخر القصيدة. قصيدة كانت جدا رائعة لحد الان اذكر. ولا هو كاتبها الى شاب تو في مقتبل العمر ويقول له اكتب احلى من عندها، شنو هالمقدرة هذا؟ فعلا كان اكو مجلس عند والدي، و كان والدي الله يرحمه ويرحم امواته الله يرحمه، جدا يحترم عبد علي. فعبد علي قال له اليوم حسين يقرا مقدمه وياك. يعني اول عبد علي الخاتشي قال لوالدك. ايه. والدك كان ما يدري لو ما مصدق؟ لا يدري، يدري بس يريدني اكثر يعني.
بعد تتقن عملك اكثر. اكثر انا بالبيت اقرا وكذا وما عندي مشكله يعني. بس يريدني اتقن القضيه اكثر. فقال لي اليوم حسين اقرا مقدمه قدامك. قال ابو سامي اخاف على حسين انا. لانه يخاف علي من يا باب، من باب انه انا بعدني بداياتي. اذا اصعد على المنبر وصار عندي فت خلل صحيح راح تنكسر، انفر القضيه نهائيا. فمن هالباب هذا. قال له ما لك علاقه. بس انا جايب قوه يعني. فوالدي قرا القعده في وقتها، ارد بس يكمل القعده اللي بالمجلس يقول للوالدي اعج انغث من يمه حقيقه يعني طفيل، وارد اصعد وقمه الحماس اي. فصعدت على المنبر، ابوي نزل من المنبر عاف المجلس وطلع وقف، كان قلق يعني. قرأت بطور حمزه؟ بطور حمزه اي تجليبه. تجليبه بس الوقت مو مال يعني هيك قصائد. بس هو اول ما ذبيت المستهل ذبيته مثل ما حمزه يذب المستهل يعني. يا عبد الله يا عبد الله الفي دعايا اللي رضعت بيه يدعان بيك يا ابني وبيك دواعي. فقرأت النص الأول كملته، قالوا لي لمن؟ قلت لهم إلى الشاعر الأديب الشيخ عبد علي الخاشي الكربلائي. نفس طريقة حمزة. الله يرحمه. نفس طريقة حمزة. والدك شنو شنو والله؟ والدي رجع وقف صف المنبر قام يلطمت. الله يرحمه. حسيت إنه حسيت حسيته يلطم بفخارة بارتياح ايه. انه اجتاز المرحلة. المهم كملت القصيدة وما اريدها تكمل لانه بعد عندك ايه طاقة ايه. قلت للعزاء على هواك ونزلت، صعد والدي كمل في وقتها. بس انا ذيك الليلة ما قدم انجاز ايه، ما لمتني الدنيا ما لمتني الدنيا يعني. أنت كنت هاي التفاصيل إنه كنت تقرأ ذبها نفس طريقة حمزة وتقرأ ومن تنزل تقول على هواك، كان قال لك كان حج عبد علي لو تعرفه؟ لا لا أنا أعرفهن يعني، أعرفهن من خلال معاشرتك، من خلال معاشرتي. لأنه قلت لك أنا عشت بنص وسط حسيني أصلاً، عشت بنص وسط حسيني. لا أستاذية أهل مصلحة وكلهم أهل مصلحة يعني. والدي ومحمد رادود كان الله يرحمه، كان حسين عبد الهادي، كان عبد علي خاتشي، كان سليم البياتي صاحب أسمع قصيدة بسيفك ثبت ركن الدين يا حيدر ودستورة. هواي 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 الكثير من الأسماء اللي ماتوا واللي الآن موجودين عايشين. الله يرحمهم والله يمن عليهم بالصحة وبالسلامة بالعافية إن شاء الله الباقين. أبو علي سر علاقتك بوالدك، كنت دائما تذكره وبعض الأوقات تختنق أنا شايف في الشارع بالقعدة شيء يعني. هو مو والدي، صديقي حقيقي. انا حتى من يعني انت من بين اخوانك ابو علي الاكبر؟ انا الاكبر اي، بعد الاقرب تكون انت. الله يسلمك. يعني انا حتى من نتوفى رحت للمقبره لحد يوم الأربعين انا اروح وحدي ما حد يدري بي، اروح اطبق السياره يم القبر وانزل من الظهر للمغرب الى اني مجد انا اسولف وياه، اسولف احسه يسولف يعني يسولف وياي مثل ما انا مثل اي صديق يسولف ويا صديقه. من يقول له سالفه يعرف رده شنو، فانا كنت من اسولف وياه اعرف رده شنو الي. حتى في وقتها انا قاعد على القبر قلت له لو ادري رفقه ايش تسوي ما رافقتك. عجيب. إيه اذاني حيل اذاني يعني. الله فعلا اذاني لحد يوم الأربعين مالته. انا حسيت كبرت 40 سنه غير العمر اللي عايش. الله يكون بعونك. يألمني كلش. الله يرحمه ونتمنى له إن شاء الله يا ربي الحسين يشمله بعناته، وأكيدا الله يسلم مع الحسين. وأنت بعد ما شاء الله عليك علي مرافع اسمه ومفتخر بيك يا الله يسلمك. هي حقيقة تتألم من تفقد إنسان كل المواصفات بي يعني، والدك وصديقك ومعلمك وأستاذك وكلهن يعني كلهن، وشيخك بنفس الوقت وورت لك هذا الموضوع يعني. اي اكيد. الله يطيل في عمرك يا ابو علي. ابو علي انت قلت اليوم ورد نسولف،
ما شاء الله الناس كلها تنتظر الكلام الطيب من عندك ابو علي. ابو علي مثلا انت تقول واحد من اصدقائك المرحوم حيدر الانباري. حيدر الله كلهم شيبه اصدقائك. مو الـ 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 الوسط اللي عشت بيه انا، عشت ويا والدي وعشت كل الاصدقاء اللي موجودين كلهم كبار بالعمر، اصدقاء لوالدك فبقوا اصدقائي. انا عد ما ارتقيت المنبر لفتره من السنين والدي اعتزل زين، فقاموا يسالوه يقولوا له ليش تركت، ليش تركت؟ قال لهم كل انسان كل فلاح من يزرع زرع ما يظل يدحك بي، لانه اذا دحك بي يندقر الزرع. الله الله اي فان اي فيظل الفلاح من بعيد لبعيد بس يزقيه ويظل عينه عليه يتونس عليه. فانا استكفيت بابا علي خلاص. والدك ايش كان يقول في حياته؟ اي في حياته قال لهم انا استكفيت بابا علي ما بعد ما اصدقاء صاروا اصدقائك. فاصدقاء صاروا اصدقائي حيدر الانباري غيره هواي الاسماء. انا اذكر بالفاتحه مال المرحوم حيدر الانباري قلت لي عبد الرحمن ترى حيدر الانباري صديقي. فعلا صديقي. قلت لي يمكن هسه راح تستغرب. قلت لك طبعا الانباري شايب الله يرحمه واستاذ كبير فعلاً. شلون صديقك يعني؟ فعلا صديقي حيدر الانباري وصلت بي مرحله يدرون اكثر اللي موجودين من اهل الكاظميه. ساعة بثنتين بالليل يخابرني يقول للولد اللي يمه يقول مخابره الحسين الزغير خليجي. وهو بالكاظمية. بثنتين لا هنا في كربلاء ايام اربعينية من ايه. يجيبوه انت تعرف ايام الاربعينية لود يصير طبعا ضيوف وناس رايحة جاية وضيوف وانت ابن كربلاء يعني ما ممكن انه تتعامل ويا المواكب اللي موجودة تتعامل وياها معاملة ضيف او تتعامل وياها معاملة اي رادود موجود بالوسط. صح انت تختلف. صح العين عليك انت طبعا. لا مو بس العين عليك انت تختلف انت تعتبر معزب. صح انت تعتبر ابو مكان. فمن تصادف اكو زياره ان كانت شعبانيه وان كانت اربعينيه بالذات الاربعينيه لازم المواكب اللي موجوده كلها تحاول قدر الامكان تفتر عليها لانه علاقات ومحافظات واصدقاء واصحاب مواكب تلحق تروح لحيدر الانباري يعني تأتب الناس. فانت تطلع من الصبح الى ان ترجع للبيت بالثنتين بالليل. انا يوم من الايام رجعت بالثنتين بالليل للبيت بس رجعت منهك يعني تعبان والولد اللي وياي حقيقه تعبوا بين ضيوف وبين قرايه بين ضيوف وبين مجالس وبين اكو مجلس من المجالس انا السنه اللي راحت بالاربعينيه طبع عليه ملا قحطان البديري الله يحفظه وتحياته الله يطيل في عمره خادم الحسين. حقيقه تركت المجلس قلت له مستقبلي واخي وحبيبي خادم الحسين الرادود ملا قحطان البديري. نزلت صعد على المنبر فجوا سولفت وياه قلت له ابو عباس هذا الخامس وعندي مجلس بعد كلش توازيت بالحسين بالعافيه الله يسلمك. يصير نسيت مجالس خمس مجالس ولود وركض وازدحام وقلت لك فوق هذا الناس اللي ما تعذر اي والناس اللي ما تعذر على قولتك. فقلت لك رجعت بالثنتين بالليل يوم من الايام وانا متعب والولد اللي وياي حقيقه كلش تعبوا يعني بس وصلنا البيت حتى نرتاح بس قعدت ورا نص ساعه يمكن صارت ثنتين ونص دق علي التليفون قالوا حيدر الانباري يريدك. قلت لهم والله ما اقدر اجي تعبان كلش تعبان لانه مسافه لازم امشي لحيدر الانباري. ومسافه بالاربعينيه مسافه لازم امشي مسافه لانه ماكو اي وسيله نقل تقدر تتنقل بيها. صح بيتي بالولايه بس مسافه يعني صحيح. فقالوا حيدر الانباري يريدك. قلت لهم ما اقدر اجي وتعذرت وطبقت التليفون. ورا خمس دقائق رجعوا خابروني قالوا حيدر يقول ما نام اللي يجي. قلت لهم جاي رغم تعبك طلعت بالخمسة الصبح رجعت من يوم حيدر. انت كنت تنام لك 3 ساعات تقريبا حتى تطلع الصبح بعد حتى اطلع انه وارجع نفس البرنامج. ابو علي احنا يعني الله يشهد انا عن نفسي مفتخر. الله يسلمك. الله يسلمك الله يسلمك ابو علي. احنا نريدك تسمعنا وانت براحتك اختار اللي يعجبك.
يعني حقيقة أكو مشكلة. المشكلة أنه بعض المشاهدين تحياتنا لهم الآن من يقرأ حسين الزغير بالذات بالمواليد، لذلك أنا جدا سحبت روحي من المواليد. ليش؟ لأنه الآن اللي موجود بالشارع ما يليق بالرادود حقيقة. فأكو مسامع لبعض المستمعين هسه خلينا نقول للمواليد أو للأفراح من يسمع حسين الزغير ما يتذوق. وعلي أنت لك شو رأيتك؟ الله يسلمك. تبقى النخبة تسمعك. وعلي أنت رجل جماهيري حقيقة. الله يسلمك. اسمك كبير. الله يسلمك. وواقع هذا معلوم. بس قبل لا أقرأ لك خل أقرأ لك أكو قصيدة كلش أحبها وحقيقة واقع يعني واقعي أنا. القصيدة للشاعر المبدع حيدر الشيبان. تقول أنا بيت وأنت رغم الموت حي وأنا قطرة حية وأنت منين ما تلزم ري. أنا بيت وأنت رغم الموت حي وأنا قطرة حية وأنت منين ما تلزم ري. والفرق يا شمس بيني وبينك يصيحولي في الجابتك قانون جابت للتحير طتك حب حسين كله وسمتك حمزة الزغير. الله الله الله. جابتك قانون جابت للتحير طتك حب حسين كله وسمتك حمزة الزغير. كان بيك طاح بطف وانت شلته كان بيك طاح بطف وانت شلته وصوتك يراويني زينب ما ادري انت. الله 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 الله. ما اسولف صوتك مشبعني سكته. الله. بس اسمع. وضحت عندنا روايه وجبت حل. وقفتك وقفه عقيله ومنبرك بعيوني تل. وانا ثاني الروح والرجلين منك تبقى صيده وانت اول. وشردت جيوش الصفاره من نجيت وانت واحد. الله الله. شردت جيوش الصفار وانا ثاني الروح والرجلين من نكتب قصيده وانت اول. وشردت جيوش الصفاره من نجيت وانت واحد. بين حمزه وحمزه لبوه مرحله زين ذاك قاموا بمكه وانت بكربله. بين حمزه وحمزه لبوه مرحله ذاك قاموا بمكه وانت بكربله. صوتك وسيفه دفاع ولو شتلت ارواحكم يا باب زينب اشتم العباس ما شايل تقاع. الله. من تكون من تكون شنك القالة وعليهم يرزقون يا مكان الكل مكان انت ماضي بكل وقت مو من زمان. الله الله يطيل في عمرك يا ابو علي. الله يسلمك ويديمك ذخور. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. وانت علم كبير ومفخره. الله يسلمك. كذلك انت مبدع ورائع واسال من الله ان يوفقك بحق الحسين ويزيد توفيقك ويديم توفيقك. الله يسلمك يا ابو علي شهاده اعتز بها. الله يسلمك. باسم كادر البرنامج باسم الفضائل نشكر من وجودك واخذنا من وقتك. الوقت مر سريعا. الله يسلمك. والا انت يعني لو نقعد ايام نسولف انت مليء مواقف ومليء تجارب مليء حكم حقيقة. أنا هالجلسة اللي حقيقة هواي استفاديت من حضرتك يا فدوة روح. الله يطول في عمرك وأنا أفتخر بوجودك باسمكم أحبانا وأعزائنا المشاهدين. نشكر من خادم الحسين الرادود الكبير الرائع المتألق الأصيل الملا حسين الزغير. مشكور يا أبو علي. الله يسلمك. أعتقد الوقت خلاص إنه عندنا تغطية بين الحرمين فما حسينا بالوقت. قد بعد عندنا بكيفك أنت بكيفك أنت الوقت أبو علي. خير إن شاء الله. طبعا انا بس بعبد الرحمن ما مسويها لانه حقيقه اول مره عبد الرحمن هو مقدم وانا ضيف. فاعزائي المشاهدين بما انه مقدم البرنامج هو رادود مبدع ورائع. الله يسلمك. ابقوا معنا لنرى ما بجعبه او لنستمع ما بجعبه الرادود المبدع عبد الرحمن النصيري. شكرا لك يا ابو علي. الله يحفظك. وانا انت اعتبر امر من جنابك. الله يسلمك. الله يسلمك. الشاعر الكبير الاستاذ احمد ماضي يقول صدق موت
تعصب حب ابو السجاد اقوى من الغريزه ومن زرع بينا الله. ومن كثر المحبة اللي فرضها الله فوق تراب قبر حسين صلينا أطفال وتقبل تربيتك مولاي كان قطعة عسل تربتك مو طينة الله. جرب يوم انت ومد لي مصلى وجيب ابنك اللي يرضع صلي بقربه. جميل. جرب يوم انت ومد لي مصلى وجيب ابنك اللي يرضع اللي يزحف صلي بقرب وملاعيب يذبها وعلى التربة يروح وأكثر من ثدم يرضع التربة. وسلامتك فعلا. الله يسلمك. شكرا لك يا أبو علي. وأنا أفتخر أنه أمرني خادم الحسين أستاذي وأنا أفتخر بمعرفته حقيقة. الله يسلمك. أنا أعتبر معرفتي لك يا أبو علي حقيقة يعني شهادة كبيرة. الله يسلمك. أنت مبدع ورائع وموفق وأسأل من الله أن يديم توفيقك. الله يسلمك. شكرا لك يا أبو علي. رحم الله والديك ما قصر. الله يرحم روح والدك إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا لك ولقناة الإمام الحسين وشكرا لكادر قناة الإمام الحسين. وأسأل من الله أن يوفقكم ويوفقنا لخدمة أبي عبد الله الحسين وأن يجعل أيامنا وأيامكم وأيام كل من يشاهدنا أفراح ومسرات يا ربي. يديم عليك الأفراح والمسرات إن شاء الله يا أبو علي. أعزائنا ومشاهدين فضائية الإمام الحسين وبرنامج شعبانيات نشكر من خادم الحسين الشاعر الكبير محمد الفاطمي والله يعطيه الصحة والعافية. ونشكر من خادم الحسين المبدع حسين الصغير الله يطيل في عمره إن شاء الله ويديمه ذخر. وفاصل ونكمل باقي فقرات برنامج شعبانة. تفضلوا. شكرا أبو علي. جزيلا لك زميلي عبد الرحمن ولهذه الانتقالة الجميلة. حياك الله أنت والأحبة مشاهدينا عبر شاشة الإمام الحسين الفضائية الثانية. ونحن ننقل هذه الأجواء مثل ما وعدناكم وعلى موعدنا مع سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل عباس أن ننقل لكم هذه الأجواء الجميلة من منطقة ما بين الحرمين. الأجواء رائعة جدا. المصابيح الملونة منتشرة في منطقة ما بين الحرمين الشريفين. التوزيع للحلوى ما بين الناس ابتهالا بهذا الشهر المبارك. أيضا إقامة الأعمال الجميلة الأعمال الدينية التي هي تخص شهر شعبان مستمرة في هذا المكان. ألاحظ زخم كبير صراحة. ألاحظ خليط متجانس جدا من الناس لزيارة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل عباس. راح نستمر وإياكم أحبتي المشاهدين مثل كل حلقة ننقل لكم هذه الأجواء. نستقبل الاتصالات والمشاركات وأيضا لقاءاتنا المميزة من منطقة ما بين الحرمين الشريفين لننقل لكم صورة من أرض الحسين لننقل صورة لكم من منطقة ما بين الحرمين الشريفين. إذن راح أترككم بعض الثواني أو الدقائق مع لقطات جميلة من منطقة ما بين الحرمين عبر البث الحي لقناة الإمام الحسين الفضائية. ومن ثم نعود لنستقبل الاتصالات والمشاركات وأيضا لقاءاتنا مع ضيوفنا. خليكم وهذه اللقطات الجوية وهذه اللقطات الجميلة من منطقة ما بين الحرمين. شكرا جزيلا لزملائنا على هذه اللقطات الجوية هذه اللقطات الجميلة الحية من منطقة ما بين الحرمين الشريفين والتي تنقل لكم صورة عن هذه المنطقة المباركة منطقة ما بين الحرمين. راح يكون ويانا في حلقة هذا اليوم من برنامج شعبانيات ضيف كريم ليكون معنا بأجواء منطقة ما بين الحرمين وهو إن شاء الله مشارك في زيارة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل عباس عليهم السلام. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان والعالم الإسلامي ومراجعنا العظام بمناسبة مولد الإمام الحسين سلام الله عليه ومولد الإمام أبي الفضل العباس عليه السلام ومولد
السجاد عليهم السلام. هذه الولادات المباركة في هذا الشهر شعبان، شهر الصدقة، شهر العطاء، شهر الخير. الأجواء في بين ما بين الحرمين أجواء روحانية، تخللها الأدعية المباركة والزيارات، وخاصة أمام ضريحين أبا الفضل العباس وأخيه أبا عبد الله الحسين. القضية الإنسان اللي حاليا يعيش هذه الحالة الروحانية، والإقبال الزائرين، إقبال الزائرين على هذا المكان، وهو مستمر على مدار السنة، ولكن هذه الأيام اللي هي المباركة أيام ليالي الجمعة لها خصوصية في هذا الموضوع، من حيث الدعاء، من حيث الزيارة، من حيث الروحانية اللي يمتلكها الزائر وإقباله على هذا المكان المطهر المقدس، واستقبال الجموع الزائرة اللي موجودة هنا عن طريق المواكب الحسينية جزاهم الله خير الجزاء بتقديم أفضل الخدمات للزائر الحسين. زائر الحسين ليس فقط من العراق، وإنما من بلدان العالم، من أقطاب الكرة الأرضية. الحسين عشق، الحسين يملك القلوب، تهوى إليه القلوب، لأنه أعطى لكل شيء لله، فالله سبحانه وتعالى جعله كعبة للمسلمين، ولهذا نحن وكل المسلمين بل حتى غير المسلمين يجدون في الحسين الإنسانية، يجدون في الحسين الرحمة، يجدون في الحسين الرأفة، يجدون في الحسين العبرة، يجدون في الحسين التاريخ كله. ولهذا وجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما أسرى إلى العرش السماوات والأرض، أي ما وصل إلى عرش حيث كان جبرائيل لم يخطو خطوة معه قاب قوسين أو أدنى، وجد كلمة تهز السماوات والأرض: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا دلالة على أن الحسين له مكان في قلوب كل العالم الإسلامي بل أقطاب الكرة الأرضية. في هذا المكان إن شاء الله نشكر هذه القناة المباركة على هذا التواصل مع الجماهير ومع هذه الأنفاس الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذا البلد الجريح الأمان، وأن يستقر إلى أفضل الخدمات، وإن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا. الحمد لله وشكرا. نتمنى لكم مساء سعيد إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن أحبتي المشاهدين، نستمر وياكم بنقل هذه الأجواء واستقبال الاتصالات والمشاركات التي هي الآن راح تكون بأرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. إذن خلي نروح للأجواء ومن ثم نعود لاستقبال الاتصالات والمشاركات. إذن هذه تحليق مع الأجواء بكاميرات قناة الإمام الحسين الفضائية المنتشرة في منطقة ما بين الحرمين مع الأجواء، ونرجع للاتصالات. قلبي مكتوب يا روح بحضر تذوبي، غريب بحب آني حبيب، وما أعوف ولا نسمة ضيوف تمر مرة وأشوفه، ولا صوت يا راعي المحنة حبيبك تعالى، يا شمس الكرامة لشاتي على الناس، يا محلى ضواها أذوب بهواها، تراها شمس نقفة العباس. يا يوسف يا يوسف رايح قلبك
يعود الحب ولا هزك حنين ولا هزك حنين يا قلبي ساكني بدربك يا يوسف ما يحن قلبك صرت يعقوب من حبك ولا هزك حنين قميصك ما يجالي يا ابو فاضل اتاني بيجي علي زمان ولا طيفك يجيني ادورك ليالي انادي يا غالي يا جنة ودادي معذرة بنسأل يا راعي الشهام حبيبك غرام يا قبلة محبة على القبول تحصل من جديد. نعود لكم أحبتي المشاهدين ونحن ننقل هذه الأجواء الجميلة من منطقة ما بين الحرمين الشريفين. أنا نوهت على الاتصالات لكن رح ناخذ الاتصالات من بعد ما نسمع هذه البطاقة من أحد شبابنا الزوار التي يهديها لأبي الفضل عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيامكم أسعد الله أيامكم إن شاء الله واجعلكم الله إن شاء الله من الفائزين بمحبة محمد وآل محمد. عندي بطاقة لأبي الفضل عباس عليه السلام بمناسبة الولادات. أنا يا عباس أحبك من زمان وقلبي بمحبتك يا أبو الغير ارتوى ارتوى والهوى ما جاب ريحة من الضريح مولاي يا بالفضيل والهوى ما جاب ريح من الضريح هذا يا عباس ما سميه هوى من كثر ما شايل مروه وثقيل يا ابو فاضيل من كثر ما شايل مروة وثقيل يا أبو فاضل عالجريح تنحاد وصلوات محمد وآل محمد. صلي على محمد. شكرا جزيلا لك وأتمنى أن نهدي هذه المشاركة لمشاهدين قناة الإمام الحسين. إن شاء الله نهديها لمشاهدين قناة الإمام الحسين وجزاكم الله ألف خير وفقكم الله. أحسنت. الله يحفظك. إن شاء الله. إذن نتواصل وياكم أحبة المشاهدين بنقل هذه الأجواء وراح نستقبل الاتصالات والمشاركات بعد هذه البطاقة التي أرسلت لمشاهدينا الأحبة عبر قناة الإمام الحسين الفضائية من قبل أحد الشباب الزوار المشاركين. إذن راح أخذ أول اتصال ويانا راح يكون بأجواء كربلاء المقدسة. الأرقام ظاهرة أسفل الشاشة بإمكانكم الاتصال والمشاركة لتكونوا معنا بأجواء كربلاء المقدسة لتكونوا معنا بين الحرمين. ما شاء الله اليوم حلقتنا بالتحديد حلقة هذا اليوم يعني الاتصالات بدأت منذ وقت مبكر. أنا أعتذر جدا أنه تأخرنا قليلا عن استقبال اتصالاتكم لكن إن شاء الله راح نستقبل جميع الاتصالات لحين انتهاء آخر دقيقة أو آخر ثانية من فقرة منطقة ما بين الحرمين. إذن أرقامنا ظاهرة أسفل الشاشة بإمكانكم الاتصال والمشاركة وراح ناخذ أول اتصال ونقول ألو مساء الخير وشعبان مبارك. ألو مساء الخير شعبان مبارك. ألو ألو شعبان مبارك مساء الخير. يعني الصوت غير واضح أعتقد يستمعوننا من التلفزيون. أتمنى أنه تقطعون التلفزيون وتستمعون للهاتف. نعتذر انقطع الاتصال. شكرا جزيلا لكم ولاتصالكم. جميع أحبتنا المشاهدين استمعونا من الهاتف. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو مساء الخير وشعبان مبارك. ألو مساء الخير شعبان مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام شعبان مبارك. من ويانا؟ الو الو استمع لك بشكل واضح. من ويانا؟ يعني اعتقد الصوت غير واضح ويا الاخ. شكرا جزيلا لك. وعليكم السلام شعبان مبارك. الو
اعتقد يعني انا استمع لك بشكل واضح، اذا انقطع للاسف. شكرا جزيلا لك ولاتصالك. احبتنا المشاهدين، خلي نروح فاصل قصير مثل ما ينهون زملائنا، ونرجع مره ثانيه نستقبل الاتصالات والمشاركات من كربلاء، من مدينه الحسين، وبالاخص من منطقه ما بين الحرمين الشريفين، مع هذه اللقطات الجميله. خلي نروح ويا زميلنا المخرج ونرجع مره ثانيه للاتصالات. قلبي مكتوبي مكتوب، يروح بحضرتك ذوب غريب بحباني يا ابو فاضل يا محبوب، بعث لك قلبي مكتوب، يروح بحضرتك ذوب غريب بحباني حبيبي. لا صوتك اجاني يا راعي المحلة، حبيبك تعالى يا شمس الكرامة لشاتي على الناس، يا محلى ضواها اذوب بهواها، تراها شمس نقفة العباس. محبة على القبول تحصل حاجة عندي. من جديد نعود لكم أحبتي المشاهدين، وأنتم شاهدتم هذه الأجواء الجميلة في منطقة ما بين الحرمين الشريفين. الآن راح نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم مثل ما نوهت عبر أرقامنا الظاهرة أسفل الشاشة، بإمكانكم الاتصال والمشاركة. وخلنا نأخذ أول اتصال ويانا بعد الفاصل. مريم، مساء الخير يا مريم، وشعبان مبارك. السلام ورحمة الله وبركاته، ومساء مبارك عليكم ولينا الجمعة مباركة إن شاء الله. أحسنتم إن شاء الله. احنا نعمل لنقل هذه الاجواء لخدمتكم لتكونوا في كربلاء بعدسات قناه الامام الحسين. انت الان تشاهدين اجواء بين الحرمين، لك المساحه بالدعاء والزياره وطلب الحاجه يا مريم. والله
نتوجه إلى الله تعالى بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت هناك. عليك سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا قمر العشيرة. السلام عليك يا مولاي يا جمل السماء يا زينب الحمراء. السلام على قائم آل محمد. نسأل من الله تعالى أن يعجل في فرجه ويجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. قلد لكم الدعاء والزيارة إن شاء الله. أحسنتم أحسنتم يا مريم، شكرا جزيلا إلك ولاتصالك ومشاركتك معنا في هذه الأجواء الجميلة. إن شاء الله نتمنى أن يكون دعائك مستجاب، وراح ندعي لكم جميع كادر برنامج شعبانيات يدعو لكم أحبتي المشاهدين. ونحن نتواجد في هذا المكان العطر والجميل منطقة ما بين الحرمين. خلنا نأخذ اتصال آخر ونقول ألو مساء الخير وشعبان مبارك. ألو مساء الخير شعبان مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام شعبان مبارك. ان شاء الله على الجميع وليلة الجمعة مباركة عليكم. على الجميع ان شاء الله. من ويانا؟ وياك نور الزهراء الاسدي من البصرة. حياك الله يا نور. نور انت الان تشاهدين الاجواء، لك المساحة بالزيارة والدعاء الليلة ليلة الجمعة، ابواب السماء مفتوحة لطلب الحاجة، اطلبي حاجتك. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابا الفضل العباس، انا اطلب من ابي الفضل العباس والامام الحسين يديموك لنا ويحفظوك وما يفارقوك عن قناة الامام الحسين، واتمنى تخلي اسمي بشباك الامام الحسين، واكون ممنونة منك يا استاذ. ان شاء الله ان شاء الله سنعمل على وضع اسمكم داخل شباك الإمام الحسين. شكرا جزيلا لك ولاتصالك، وأشكرك على الدعوة أن نكون دائما خدام للإمام الحسين عليه السلام. كم هي جميلة هذه الدعوة. شكرا جزيلا لك ولاتصالك مشاركتك، وأنا وعدك راح أضع اسمك داخل حرم الإمام الحسين عليه السلام للبركة وقضاء الحاجة، وراح نهدي لكم كادر برنامج شعبانيات ركعتين من الإمام الحسين عليه السلام لجميع من يتابع ويشارك في برنامج شعبانية. شكرا جزيلا لك نور. ناخذ اتصال اخر ونقول الو مساء الخير وشعبان مبارك شعبان رحمة. الو مساء الخير شعبان مبارك. مساء الانوار. حياك الله، من ويانا؟ وياك ابو تيسير العراقي من الخفق الديوانية. حياك الله يا تيسير وحيا الله جميع اهلنا بالديوانية ومتابعينا في برنامج شعبانيات من الديوانية. تيسير انت قاعد تشوف الاجواء، شارك بزيارة إن شاء الله. ناوي شارك بزيارة النصف من شعبان إن شاء الله. إن شاء الله إذا سمحت لنا الفرصة من قبلكم إن شاء الله. أحسنتم. إن شاء الله إذا ناوي شارك بزيارة النصف من شعبان لك هسه المساحة بالزيارة والدعاء وطلب الحاجة. لأسمع آيات التهاني والتبريكات أجلسها إلى مقام مولاي صاحب العصر والزمان وإلى جميع مراجعنا الدين العظام لهم سيد علي السيستاني دام الله يطله، وإلى جميع مراجعنا الأعلم بعدهم. نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ جميع زوار أبا عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس. أحسنتم. ونسأل تيسير الله بحقهم إذا تسمح لي. وبحق كل من والاهم. أحسنتم. أن يحفظ العراق وجميع من نصره لهم الحديد الشعبي. أحسنتم. وقواتنا الأمنية. كما لا ننسى أن نحن نمر بحاجة للدعاء، وكذلك الحال نحن في أمس الحاجة لو هو بلدنا العزيز. أحسنتم يا تيسير، أنا شاكر مشاركتك، أعتقد انقطع الاتصال للأسف. شكرا جزيلا لك ولاتصالك ومشاركتك. جميع أحبتنا المشاهدين أتمنى أن تكون الاتصالات مختصرة حتى نأخذ أكبر عدد من الاتصالات لتكونوا مع أجواء منطقة ما بين الحرمين، هذه الأجواء الرائعة. نأخذ اتصال آخر قول ألو مساء الخير وشعبان مبارك. مساء الخير شعبان مبارك. أعتقد انقطع الاتصال. شكرا جزيلا لكم ولاتصالكم ومشاركتكم. نستمر وياكم أحبتي المشاهدين بنقل هذه الأجواء من منطقة ما بين الحرمين، وعندنا اتصال آخر نقول ألو مساء الخير وشعبان مبارك. مساء الخير شعبان مبارك شعبان رحمة وخير إن شاء الله. وعليكم السلام، حياكم الله يا آية. السلام عليكم. وعليكم السلام شعبان مبارك يا آية، حياكم الله. آية أنتم الآن
بين الحرمين الشريفين بعدسات قناة الإمام الحسين الفضائية. طلبوا حاجتكم، توجهوا للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام. ألو السلام عليكم. يعني أعتقد أنه صوت غير واضح مع آية. شكرا جزيلا لك يا آية ولاتصالك ومشاركتك، أنا شاكر تواجدك معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله ما راح ننساكم من الزيارة والدعاء، وراح نزور عنكم بالنيابة حرم الإمام الحسين وأخيها بالفضل عباس عليهم السلام. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو مساء الخير شعبان مبارك. ألو مساء الخير شعبان مبارك. وعليكم السلام شعبان مبارك. ألو. أعتقد أنه أكو مشكلة بالصوت. مساء الخير شعبان مبارك. أعتقد أنه هناك مشكلة بالصوت أحبتي المشاهدين، إن شاء الله راح نستمر باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، ونعتذر بسبب اللود الكبير على شبكات الاتصال في هذا اليوم بالتحديد ليلة الجمعة. هناك يعني لود كبير، ازدحام كبير على شبكات الاتصال بسبب كثرة زوار الإمام الحسين وكثرة المقبلين إلى كربلاء المقدسة. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو مساء الخير وشعبان مبارك. ألو مساء الخير شعبان مبارك. شعبان خير ورحمة إن شاء الله. مساء الخير شعبان مبارك. يعني أعتقد أنه مشكلة الاتصالات بسبب الزخم الكبير. شكرا جزيلا لكم ولاتصالكم ومشاركاتكم، ما راح ننساكم من الزيارة والدعاء جميع أحبتنا المشاهدين. راح نستمر وياكم بنقل هذه الأجواء ونستقبل جميع الاتصالات. إذن خلونا نحلق بعض الدقائق مع بعض اللقطات الجميلة من منطقة ما بين الحرمين الشريفين لحين العودة لاتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا المكان المبارك. خلوا نروح مع هذه اللقطات ونرجع مرة ثانية. وقفت بحضرتك سار أريد الحاجة منك، أريد الحاجة منك. عمر هاشم يا أبو فاضل يا ثورة حق على الباطل، وقفت بحضرتك سائل أريد الحاجة منك. أصير أحد عبيدك عبد خادم يريدك، يشم حنية إيدك كريم عرفنا عنك. يا باب الحائج فلا كرب لايج، لأن دوما يندب يا خوسي أنا. يا محلى نبوتة أكيد انسمات، أخذت المحبة من الطبا مرحبا. شوفك مرة بعيوني يكحل نورك جفوني يا ابو الغيرة، مو عجيبة عبد باسمك يسموني، إلك خادم يلقبوني يا ابو الغيرة. قلبي مكتوبي مكتوب، يروح بحضرتك ذوب غريب بحباني. يا ابو فاضل يا محبوب بعث لك قلبي مكتوب، يروح بحضرتك ذوبي غريب بحباني. حبيب وما ولا صوتك اجاني، يا راعي المحلة حبيبك تعنى، يا شمس الكرامة الشاتي اعلن
اذوب بهواها تراها شمسنا قبتي العباس. لا يا قلبي بعد لا تجذب الحسرة اجاك من العشيق يسرى فرح وما سلام على القمار تقرأ فرح وما من جديد. نعود لكم أحبتي المشاهدين بعد هذه اللقطات الجميلة من منطقة ما بين الحرمين. احنا نعتذر عن استقبال باقي الاتصالات لهذا اليوم بسبب اللود الكبير على شبكات الاتصال الذي تسبب ببعض المشاكل. إن شاء الله نوعدكم الحلقة القادمة حلقة يوم غد راح تكون مخصصة من بداية الفقرة نهاية الفقرة للاتصالات، يعني ما راح تكون عندنا لقاءات الحلقة الجاية. أنا أوعدكم في هذا الشيء، راح أعطيكم المساحة بالاتصال والمشاركة والزيارة، وأنا راح أزور عنكم نيابة إن شاء الله. نتوجه للإمام الحسين عليه السلام ونقول السلام عليك سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، سيدي تقبل منا هذا القليل يا مولاي يا أبا عبد الله. إذن لبيك يا حسين. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة على أمل الملتقى في حلقات أخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من كان في الاستوديو ومن رافقني من منطقة ما بين الحرمين. حتى الملتقى في حلقات أخرى. تقبلوا تحياتي، أنا محمد التقي، في أمان الله.